السادة المشاهدون الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم إلى حوار الأسبوع. وضيفي في هذه الحلقة المهندس هشام العمادي، رئيس التنفيذي لمدينة الطاقة قطر. مرحبا بك مهندس هشام. أبدأ من جديد، الشركة هيكلة جديدة واكتتاب بأكثر من 200 مليون دولار أمريكي وخروج المستثمر الرئيسي من حلبة هذه الشركة. حدثني عن الأهداف التي دفعتكم لهذا الاكتتاب ولهذه الهيكلة. عملية الاكتتاب التي تمت في الشركة وإعادة الهيكلة أعتقد أنها هي من الأمور الهامة في تاريخ العمل في هذا المشروع. وطبعاً إحنا ما كنا نعرف في المرحلة الأولى كان المشروع يمر بمرحلة يعني مرحلة أولية، وهي كانت طبعاً فيها تجهيز المشروع، إعداد المخططات، وتنفيذ البنى التحتية، واتفاق مع المطورين في المشروع، وانتهينا من المشروع من المرحلة الأولى من المشروع. وكان في طبعا نظرة ان في حاجة في المرحلة الثانية لإعادة هيكلة واستراتيجية الشركة، استراتيجية العمل، لان الان انطلقنا الى مرحلة اخرى، منطقة التطوير. واغلب المستثمرين اللي كانوا موجودين في الفترة الاولى هم من الصناديق الاستثمارية الخليجية، ومثل هذه الصناديق دائما من فترة الى فترة يعني تبحث الى تدعو يعني تسعى الى التخارج بعد فترة الى 3-4 سنوات. واغلب المشاريع العقاريه مثل ما انت عارف سواء في دوله الخليج او في دول العالم هي مشاريع طويله الامد الاستثمار فيها. فاحنا راينا ان احنا نطرح الشركه للاكتتاب، اسهم الشركه، وقمنا بتقييم الشركه وطرحناها للاكتتاب. وكان اكتتاب داخلي محدد لعدد من المستثمرين، وكانت الاستجابه جدا جيده. طرحنا تقريبا في البدايه الاسهم على 180 مستثمر خليجي وقطري بقيمه 200 مليون دولار، ومباشره كان يعني الرد تقريبا موافقه 95% من المستثمرين للاكتتاب في الشركه. وثم طرحنا 5% على مستثمرين اخر، وكان يعني الاقبال كبير على هذا الاكتتاب. والحمد لله يعني احنا انهينا عمليه الاكتتاب بنجاح، وتم تخارج طبعا المستثمرين البنوك الاستثمارية من هذا المشروع، ودخول المستثمرين الجدد كثير منهم مطورين ورجال أعمال من مختلف دول الخليج. وانهينا الاكتتاب بقيمة 200 مليون دولار، وقمنا أيضا بإعادة تشكيل مجلس الإدارة. ومجلس الإدارة طبعا يتكون أيضا من كبار رجال الأعمال والخضريين والخليجيين، وأعتقد أن هذه خطوة جدا ممتازة في يعني في المرحلة القادمة للمشروع، وستفيد المشروع وستكون أيضا مفيدة للمستثمرين والمطورين في مدينة الطاقة. الآن وبعد إتمام هذه الهيكلة ويعني ضم رأس المال الجديد، ما هي المرحلة المقبلة؟ ما هي استراتيجية العمل؟ طبعا الآن احنا نضع في إطار وضع استراتيجية جديدة للشركة، استراتيجية استثمارية للمستثمرين. طبعا انتهينا من أعمال البنية التحتية الرئيسية، والآن في أعمال بسيطة، أعمال القطار الذي يمر بالمدينة، وبعض أعمال التشجير في المدينة، هذه سنقوم فيها في وقت لاحق. المرحلة القادمة الآن استراتيجية التطوير. احنا طبعا نمتلك جزء من الأراضي الموجودة في مدينة الطاقة، تقريبا 20% من الأراضي تمثل تقريبا أكثر من 120 ألف متر مربع. والآن بدأنا طبعا احنا في الفترة السابقة في العمل في تنفيذ المقر الرئيسي للشركة، والذي سيكون تكلفة تقريبا 200 مليون دولار. وفي الاجتماع الأخير مع مجلس الإدارة وضعنا استراتيجية جديدة، وسنكون التركيز في المرحلة القادمة على التطوير، تطوير الأراضي الموجودة، وانتهاء من تطوير كافة الشركات المتعلقة بالخدمات التي ستقدم للمستثمرين، وتشجيع أيضا المطورين لتطوير مبانيهم. تركيزنا في التطوير في المرحلة القادمة سيكون بشكل أساسي على الخدمات، يعني سوف يكون المباني الرئيسية التي تخدم المستثمرين، لن نركز على يعني المباني التجارية، المكاتب التي تنافس المطورين الرئيسيين. فنسعى طبعا الآن الانتهاء من موضوع البدء والانتهاء من مبنى المقر الرئيسي، ولدينا مشروعين، مشروع الخدمات اللوجستيكية والحكومية، وندرس الآن أيضا القيام بهذا المشروع بتكلفة تقريبا أيضا ستصل من 300 إلى 500 مليون، ومشروع أيضا الفندق التجاري الذي أيضا سيخدم المستثمرين، وندرس أيضا إقامة عدد من المرافق التجارية التي ستخدم المطورين والعاملين في مدينة الطاقة. في المرحلة القادمة سندرس الآن إمكانية تطوير عدد من المرافق وبعض الأراضي التي تمتلكها الشركة. وماذا عن النشاط التسويقي في الشركة حاليا؟
تسويق جاري لهذا المشروع، واحنا في اتصال دائم مع الشركات التي المطورين في مدينة الطاقة قطر. من المطورين هناك تنسيق، بعض الشركات المطورة تقوم ببناء مكاتب رئيسية لها كشركات، وبعض المطورين الآن يسعى للبناء ويسعى للتسويق، ونحن لدينا إدارة التسويق في الشركة سواء لمشاريعنا الداخلية أو لمشاريع المستثمرين، ونقوم أيضا بالتسويق إن شاء الله في الفترة الجاية. سنقوم أيضا تركيز أكثر على المعارض والمؤتمرات لتسويق المباني الموجودة في المدينة. فالتسويق جاري يعني من خلالنا أو من خلال الشركات المستثمرة أو من خلال أيضا الشركات المتخصصة في هذا المجال، ولكن طبعا التسويق سيكون بشكل أكبر في المرحلة بعد 6 أو سنة بعد ما تبدأ عدد من المشاريع في البدء. الآن بدأت عدد من المشاريع، بدأ بعض المطورين في البدء، ونتوقع أيضا أكثر من 10 مطورين من 45 أن يبدأ هذا العام. يعني لدينا أكثر من 70 مطور انتهى من عملية الموافقات والتراخيص ورخص البناء، ونتوقع عدد كبير منهم يبدأ في هذه المرحلة. أيضا سندرس معهم إمكانية تسويق مبانيهم إذا كانت هناك حاجة، وأيضا سندرس أيضا إمكانية تسويق عدد المباني الممتلكة لمدينة الطاقة قطر. طبعا عمر الشركة وهذا المشروع يمتد منذ العام 2006 هو عام الإطلاق، لكن خلال هذه الفترة تم يعني انفجرت الأزمة الاقتصادية العالمية. إلى أي حد ساهمت هذه الأزمة في تأخير هذا المشروع وتعثر المطورين لديكم؟ طبعا المشروع بدأ في عام 2006، ولكن احنا بدأنا في تنفيذ المشروع والتسويق له والانتهاء من كافة الخرائط المتعلقة بالمشروع في عام 2008-2009. فطبعا الأزمة المالية كان لها تأثير ليس على مشروع مدينة طاقة قطر، على كل القطاع العقاري في الخليج وفي دولة قطر وفي كل الكثير من المشاريع، وكثير من المطورين أعادوا حساباتهم، صار في تأخير في بعض المشاريع، بعض كان في فترة ترقب أيضا لبعض المطورين لدراسة إعادة دراسة السوق مرة ثانية، صار في تصحيح لأسعار الأجارات، فكل هذا أثر على عملية التطوير. لكن احنا في قضية البنية التحتية يعني لم نتوقف، واستطعنا الحمد لله ان يعني ندير المشروع من غير اي يعني تأخير يذكر بالنسبة للبنية التحتية. موضوع ايضا استطعنا إدارة كافة القروض المتعلقة بالبنوك، وعدد جدولت عدد كبير من القروض المتعلقة بالشركة، وسددنا تقريبا اكثر من 70% من هذه القروض، والجزء الأخير تمت إعادة هيكلة هذه الجدولة هذه القروض، و كان في تأثير طبعا محدود، ولكن أتوقع الآن في الفترة القادمة يعني في ظل الطفرة التي تشهدها والطلب المتنامي في دولة قطر على القطاع العقاري، وفي ظل الأسعار الموجودة في داخل الدولة مقارنة بمشروع الوسيلة ومشروع مدينة الطاقة، أعتقد أنه سيكون هناك إقبال كبير على المشروع في مدينة الطاقة وفي المناطق المحيطة به في منطقة الوسيلة. ولكن إلى أي حد يعني تراهن على المؤسسات المالية بأن تقوم بعملية التمويل؟ أنت تعلم أنه بعد انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية أصبحت البنوك تعد للمليون قبل أن تقدم على عملية التمويل العقاري، كيف تتعاملون مع هذا التحدي؟ والله أعتقد أن الآن اختلف الوضع، وأنا لاحظت أن في الفترة السابقة البنوك خصوصا البنوك القطرية يعني تغيرت توجهها، ويعني تقارن ب 2008 و2009 حجم التمويل العقاري في دولة قطر وتقارن آخر سنتين تغير الوضع، وأعتقد أن البنوك الآن يعني المجال متاح لتمويل عدد كبير، وإحنا تقعدنا مع بعض البنوك في دولة قطر، والآن أرى أن كثير من المطورين الآن حصلوا على تمويل لمشاريعهم في مدينة الطاقة، بعض المطورين حصلوا على موافقات أولية للتمويل، وبعض هم أنهوا عملية تمويل مشاريع. فأعتقد أن الآن، ولكن هناك حذر من البنوك وهناك اختيار للمشروع واختيار للمطورين وللمستثمرين، لم يعني يعد الموضوع كما كان قبل 2008 كل من جاء وقدم يأخذ قرض. الآن صارت أعتقد البنوك الآن في انفتاح بالنسبة للتمويل للقطاع العقاري، وأعتقد أن الآن تغيرت الوضع خصوصا آخر سنتين، ولكن أعتقد أن البنوك الآن صارت أكثر حذر في اختيار العميل، في اختيار المشروع، في 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 التأكد من الضمانات، وأعتقد هذا شيء جيد للقطاع العقاري وللمشروع أيضا. يحسب لمشروع مدينة الطاقة في قطر أنه يعتبر من أوائل المشاريع التي تم تصميمها وفق المعايير البيئية، ولكن هذا التوجه باتجاه الأبنية الخضراء ربما سوف يزيد التكلفة على المطورين فيما يتعلق بزيادة التكلفة. أيضا كيف تعاملتم مع هذا الأمر مع المطورين لتحقيق هذه المعايير وبالتالي يعني بتكلفة أقل؟
والله احنا واجهنا هذا التحدي من البدايه، موضوع المباني الخضراء، موضوع المباني الذكيه، موضوع وضع مواصفات ككيوساس او كليد للمطورين. ولكن اعتقد ان الان وصلنا كفريق، الفريق العمل في مدينه الطاقه الان وصلنا الى حلول كثيره، وكان اصبحت لدينا خبره كبيره في تقليل التكلفه حتى يعني لا تتجاوز 5%. اغلب الان المهندسين الموجودين لدينا مدربين ومتخصصين في مجال المباني الخضراء، ولديهم الان حلول، والفاليو انجينيرنج ما يسمى بالدراسات التقييميه للمشروع نقوم بها احنا ونساعد المطورين في هذا الموضوع. فالان يعني لم تعد هذه القضيه عائق، ولم تعد القضيه كما كانت، النقطه كانت تقريبا 20 و30%، الان احنا لا تتجاوز التكلفه حتى 5 إلى 10%، والعائد الاستثماري لها مجدي جدا باعتبار قيمه المبنى، باعتبار ان الان كثير من الشركات تطلب مواصفات مثل هذه المباني، شركات الطاقه وغيرها من الشركات الكبيره. الان احد متطلبات ان يكون المبنى من التي يعني المباني الخاصه بها تكون مباني ذات مواصفات بيئيه عاليه. والان ايضا صار في وعي اكبر بالنسبه للاستشاريين في الخليج، وصار في توفر حتى المواد، هذه المواد اللي متعلقه البيئيه، مواد البناء، الان في شركات اصبحت محليه تورد هذه المحلات، فاختلف الوضع وصار في وعي اكبر، واعتقد قلت التكلفه. والان الموضوع يعني كان في البدايه في عوائق كبيره، اعتقد الموضوع صار اسهل كثير، واحنا جميع الان الموافقات وجميع المباني 70% من المباني التي تمت الموافقات حصول موافقات عليها مباني ملتزمه بمعايير الابنيه الخضراء والملتزمه بتطبيق معايير المباني الذكيه، وهناك تكلفه قليله، ولكن المطورين تفهموا ايضا اهميه هذا الموضوع وتفهموا النواحي الايجابيه والنواحي الاستثماريه، وعلى المدى البعيد ان مثل هذه الاستثمارات طويله المدى سيكون العائد والاستثمارات مثل هذه زياده الاستثمار ممكن ان تغطى في فتره زمنيه وجيزه. طبعا شركتكم هي شركه مساهمه مغلقه، هل هناك تفكير او نيه او توجه ربما لتحويل هذه الشركه الى شركه مساهمه عامه، يتم طرح جزء من راس مالها لدى الاكتتاب وبالتالي ادراج اسهمها في بورصه قطر مستقبلا؟ طبعا موضوع طرح الشركة في الأسواق المالية وإدراجها وتحويلها شركة مساهمة عامة أعتقدها من الأمور التي ننظر إليها، وبما أننا أنهينا الاكتتاب وأصبحت الشركة الآن شركة مساهمة مغلقة، وكان في إقبال كبير صراحة على الاكتتاب من كثير من المستثمرين المحليين والقطريين، ندرس الآن كبداية زيادة رأس مال الشركة وضخ أموال إضافية في الشركة توجه إلى تطوير المباني في الشركة، ومن ثم أيضا سنقوم ندرس الآن في مشاورات بينه وبين أعضاء الإدارة لتعيين شركة استشارية متخصصة لدراسة جدوى وإمكانية وشروط إدراج الشركة وتحويلها شركة مساهمة عامة. احنا تحدثنا مع عدد من الجهات الرسمية المتعلقة بهذا الموضوع وأبدوا صراحة استعداد كبير، وجلسنا معهم وشفنا المتطلبات ورأينا ان احنا نستطيع ان يعني انه نلبي كافة متطلباتهم. الشركة يعني مجهزة كنظام اساسي للشركة كالنظام المالي ونظام القانوني يسمح لنا في فترة قصيرة، ولكن اعتقد هذا الموضوع يحتاج الى دراسة ويحتاج الى تحديد طبعا رأس المال والعائد الاستثماري والفائدة من هذا الموضوع، وسنقوم بدراسة هذا الموضوع. اعتقد ان الموضوع سيكون من المواضيع اللي ستتوضع يعني على طاولة مجلس الإدارة في وقت قصير. سيد هشام أستأذنك والسادة المشاهدين بهذا الفاصل قصير ونعود لمتابعة هذا اللقاء، فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود لمتابعة هذا اللقاء ضمن حوار الأسبوع مع ضيفي المهندس هشام العمادي الرئيس التنفيذي لمدينة الطاقة قطر، لا تبتعدوا كثيرا ابقوا معنا. بنوك يونانية تتلقى 18 مليار يورو كجزء من خطة الإنقاذ الدولي، وجهاز قطر للاستثمار يشتري 2,710,000 سهم في شركة التعدين السويسرية إكستراتا، وجلسة الأعمال الليلة 4 مساء بتوقيت غرينتش.
الأسهم الكويتية برعاية بنك الكويت الوطني وشركة عارف للطاقة، استثمارك للمستقبل. معنا اتصال. الو 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 جو الو 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 جو اهلين، مين معي؟ عمرو. جو معك اندري. معك احمد من الاردن. من وين؟ من دبي. انا فرحت من العراق. اول سؤالات الحلقه من حقيبه طيب، ما هو اعلى سعر سجله اليورو هذه السنه يا اندري؟ اروح لاعلى واحد. مظبوط اندري. ما هو السهم القيادي في السوق السعودي؟ بنك الرياض. خطا يا احمد. من هو رئيس مجلس اداره شركه اعمار؟ وهل يخفى القمر؟ الاستاذ محمد العباس. مظبوط. شكرا لك محمد. ممكن كثير محمد. الو الو الاسماء الرابحه بس حتكون معنا بالسحب بنهاية البرنامج. ألو ألو جو. مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ومتابعة لحوار الأسبوع، وضيفي في هذه الحلقة المهندس هشام العماد الرئيس التنفيذي لمدينة الطاقة قطر. مهندس هشام، أذكر أنه مع إطلاق هذا المشروع كان هناك تفكير ربما أو نية يعني إنشاء بورصة للطاقة في مدينة الطاقة قطر، ماذا عن هذا المشروع؟ من هو كان هناك نية لموضوع البورصة وكان في حديث عن هذا الموضوع، توقف هذا الموضوع. احنا بانتظار يعني نشوف ما هي توجه الجهات، لان موضوع البورصة او موضوع الكوميديتي هذا موضوع متعلق بالدولة واستراتيجيتها في هذا الموضوع. فاذا كان في هناك مجال لاي جهة سواء بورصة او غيرها للانتقال الى هذا المدينة، طبعا هذا سيضيف الى مدينة الطاقة وسيضيف يعني سيكون عامل جاذب ايضا للمطورين. فاحنا صرنا نامل ان سواء بورصة او اي جهة اخرى ستساعد في هذه المدينة على التحرك وستساهم في تطوير العمل في هذه المدينة، نحن طبعا نرحب به. وهناك عدد من الان المشاورات بينه وبين عدد من الجهات للمناقشة اذا كان في امكانية ان هي تنتقل الى مدينة الطاقة سواء بورصة او اي جهات اخرى متعلقة بالمشروع. يعني مدينة الطاقة قطر هل فقط سوف تستقطب الجهات والشركات والمؤسسات والأفراد العاملين في مجال الطاقة، أم أن الباب سوف يكون مفتوح لقطاعات أخرى غير العاملة في هذا القطاع؟ شوف، أغلب الآن طبعا الشركات التي في قطر نحن ننظر إليها أنها شركات تعمل من في ضمن الطاقة. الآن كل الشركات الآن لها علاقة بطريقة أو بأخرى في لقطاع الطاقة، ونحن الآن ندرس الخيارات الأخرى. يعني إحنا لما بدأنا المدينة كان الدراسة على أساس أن نحن نستقطب شركات الطاقة وتكلمنا مع شركات الطاقة، ولكن في خلال الفترة القادمة سنعيد، حتى أكون صريح معك، الآن ننظر في إعادة دراسة هذا الموضوع وسندرس هل إذا كانت شركات الطاقة يعني جدوى أن نحصر المدينة على شركات الطاقة هذا مجدي لمستثمرين، إذا كان هناك فائدة أكبر للمشروع أو للمستثمرين من فتح المجال للشركات الأخرى لاستقطابها لهذه المدينة أو تركيز فرصها على قطاعات أخرى كالقطاعات المالية القطاعات المصرفية، وهذا سيساهم في تنمية المشروع. فسندرس كافة الخيارات، وهذا طبعا تعرف أن احنا مستثمرين وندرس العرض والطلب وما هو أفضل لنا وللمستثمرين الموجودين معنا في المدينة. إذا كان التركيز على قطاعات أخرى أو فتح المجال للقطاعات الأخرى للانتقال للمدينة سيكون أفود للمشروع وأفود للمستثمرين، فنحن عندنا مانع أن احنا يعني نغير وجهتنا. وهذا طبعا طبيعة أي مستثمر يعني في أي مكان في العالم يكون له خطة معينة، ويمكن في أي لحظة أن تغير خطتك الاستثمارية على حسب جو العمل اللي موجود. يعني بعد أن قطعت الشركة مسافة طويلة فيما يتعلق بإنجاز البنية التحتية في المشروع، هناك تطور جديد متعلق بمدينة اللوسيل، هو يعني إطلاق قطار أو إدخال قطار ضمن هذه المنطقة، وبالتالي سوف يدخل ضمن مخطط عمل المدينة. هل هناك من تكلفة إضافية على هذا المستجد؟ طبعا عندما بدأنا المشروع لم يكن القطار من ضمن المخطط الموجود، وثم جلسنا مع مدينة شركة الوسيل وتقرر أن سيكون أفضل للمشروع وأفضل للمدينة أن يمر القطار من في الشارع الرئيسي في المدينة، واتفقنا وعقدنا اتفاقية معهم وبدأوا بالتنفيذ.
طبعا كنا انتهينا في هذاك الوقت من المشروع، ورأينا أن هذا سيعود بالفائدة الكبيرة على المشروع وعلى المستثمرين، باعتبار ستكون هناك محطة رئيسية في قلب المشروع، وسيمر المشروع في وسط المدينة، وهي منطقة تجارية قد تكون المتكاملة الوحيدة موجودة في المدينة، تربط هذا المشروع بالمناطق السكنية والمناطق الأخرى لتنقل الناس إلى أماكن عملهم، سيكون مكان عمل لعدد كبير من الناس، فسيكون المهم وجود القطار يكون من ضمن المدينة. وإحنا طبعا هو طبعا الشارع الرئيسي كان يعني ما كان تقريبا تم الانتهاء منه، ولكن طبعا هذه الفترة السنة أو السنة النص التي سيتم فيه تنفيذ القطار ستكون تتزامن مع فترة تنفيذ المشاريع للمطورين، ففي حال الانتهاء خلال سنة أو سنتين، سنة ونص أو سنتين، عندما ينتهي المطورون إن شاء الله من تنفيذ أعمالهم سيكون أعمال القطار انتهت. فأعتقد أن الموضوع القطار لن يؤثر يعني على الفترة تنفيذ على الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع، لكن سيكون له إضافة وسيكون عامل جذب للشركات العاملة في المدينة. مع اعتماد الدراسات المالية للمشروع كان لديكم تصور أو أسعار مستهدفة ضمن هذا المشروع، طبعا كان في العام 2006 وأنت تعلم في ذلك التاريخ كانت يعني طفرة العقار في أوجهها الآن، ومع الأزمة المالية العالمية وإعادة تصحيح الأسعار، هل هناك تغير في استهداف عملية الأسعار، وهل تعتقد بأنها أصبحت عادلة خلال هذه الفترة؟ والله الأسعار لم تساوي النصف، يعني احنا بدأنا بأسعار وثم يعني بأسعار البيع في الأراضي عند بداية المشروع، واستمرت الأسعار في التصاعد تدري بالسوق العقاري، جاءت فترة طفرة وفترة جنونية، وزادت الأسعار تقريبا 50%، وصلت تقريبا إلى 50% أعلى من السعر اللي احنا بدأنا في البيع فيه. وبعد فترة الأزمة المالية صراحة كان هناك توقف في التداول، ولكن لم تنخفض الأسعار عن الأسعار الرئيسية، والآن اليوم يتم تداول الأسعار في مدينة الطاقة بنفس الأسعار الرئيسية التي بدأنا بها، وأعتقد هذا يعني يدلنا المشروع يعني على قوة المشروع وعلى أيضا يعني الطلب الموجود على مثل هذا على مثل هذه الأراضي اللي موجودة، لأن المشروع الآن الأراضي الموجودة وطبيعة المشروع يختلف عن أي مشروع آخر، هي مدينة تجارية منخفضة اللي هي البزنس بارك، ومثل هذه منطقة الأعمال لا يوجد مشروع مشابه لها في دولة قطر، فأعتقد هذا من معد الأمور، يعني مشاريع سكنية كثيرة، مشاريع تجارية كثيرة، لكن مشروع كبزنس بارك أو مركز أعمال بهذه المواصفات لا يوجد مشروع مشابه لها، وأعتقد أن هذا أعطى المشروع ميزة تنافسية عن باقي المشاريع، وظلت الأسعار يعني في إطار محدود، لم يكن هناك انخفاض كبير في الأسعار. مهندس هشام، ما هو التاريخ المحدد أو المستهدف من طرفكم لدخول أول ساكن لهذه المدينة؟ احنا نتوقع ان يكون في وقت قصير، يعني الان بداوا بعد المطورين ونحن بدانا في المركز الرئيسي، فنتوقع خلال سنتين بحد اقصى، يعني انا اتوقع نهايه عام 2014 ان شاء الله يكون هناك ناس موظفين تعمل وتنتقل في مدينه الطاقه، ونحن حاطين خطه الان من 3 إلى 5 سنوات حتى نستكمل اكبر عدد من المباني، يعني هذه استراتيجيتنا في الفتره القادمه. عشرات من مشاريع التطوير العقاري باتت تنهض هنا في قطر، بالتالي أصبحت المنافسة شديدة، وبالتالي يعني لن يكون الأمر فقط بالنسبة للشركات العاملة في قطاع الطاقة، هي حكرا على مدينتكم، فبالتالي المنافسة سوف تكون مفتوحة، كيف تتعاملون مع هذا التحدي الجديد؟ طبعا احنا الان الشركات سواء العامله او التي تعمل في قطاع الطاقه او التي تعمل مع شركات طاقه هي شركات كثيره، يعني شركات المقاولات تعمل من شركات طاقه، واحنا سمحنا لشركات المقاولات للتنقل، وهناك عدد كبير من شركات المقاولات الان، اكثر من 6 أو 7 شركات كبيره في قطر تقوم ببناء مقار شركاتها الرئيسيه في دوله قطر، نعتبر ان هذه الشركات هي تعمل بشكل او باخر ومسانده لشركات الطاقه. ولكن أنا أعتقد أن هناك كثير من المشاريع في دولة قطر، ولكن أعتقد أن احنا لدينا ميزة تنافسية كبيرة، يعني مثل ما قلت لك طبعا السوق دائما فيه متنافس، وهذا شيء طبيعي وهذا شيء مفيد لمشروعنا ولأي قطاع، ولكن أعتقد أن التنافس الموجود لن يضر المشروع باعتبار أن طبيعة المشروع تختلف عن أي المشاريع الأخرى، هي مدينة تجارية أو بزنس بارك ومتوفرة فيها كافة الخدمات،
نوعية البنية التحتية سواء الاتصالات، نوعية الاتصالات البنية التحتية موجودة على مستوى عالي، لدينا أفضل مركز معلومات موجود في الشرق الأوسط، لدينا أقل نسبة أعلى نسبة مواقف، فمشكلة المواقف عندنا هي مشكلة رئيسية في كثير من المشاريع الموجودة في دولة قطر، هي موضوع موجود أحد الأمور اللي حليناها. فإحنا الحمد لله يعني شفنا أغلب المشاكل الموجودة في أغلب المشاريع الموجودة وحاولنا أن نحل هذه المشاكل في هذه المدينة. ماذا بعد العام 2014 وهو العام الذي ينتهي فيه هذا المشروع؟ لديكم تصور ربما أو نية لإقامة مشاريع مماثلة في قطر خارج قطر، أو ربما استهداف عمليات تطوير عقاري في قطاعات جديدة مثلا؟ طبعا احنا اعتقد في الفترة السابقة اكتسبنا خبرة كبيرة، والآن احنا لا ندير يعني لدينا فريق عمل كبير متخصص وعدد كبير من المهندسين، واستطعنا ايضا ان احنا نحصل على عقود كثيرة في إدارة المشاريع. يعني احنا الآن ليس لدينا شركة لإدارة المشاريع، ندير هذا المشروع مثل ما يسمونه ان هاوس، يعني بفريق عمل داخلي، واستطعنا في الفترة السابقة ان ندير ووقعنا عقود كثيرة يعني مع مشاريع في لوسيل، ثلاث او اربع مشاريع كبيرة من ضمنها مشروع الجوهرة الخضراء وعدد اخر من المشاريع، ونجحنا في هذا الموضوع باعتبار ان لدينا خبرة الان في التطوير العقاري وفي إدارة المشاريع، واكتسبنا خبرة كبيرة في مجال المباني الخضراء، مشاريع المباني الذكية، واكتسبنا خبرة ايضا في تطوير المشاريع في منطقة لوسيل وطبيعة هذه المنطقة الموجودة في المشاريع الموجودة في هذه المنطقة. وفي الفترة القادمة في الاجتماع الأخير سوف نركز أيضا على تطوير فريق العمل الموجود، وسنقوم أيضا بالمحاولة أن احنا نتعاون مع أكثر من، لأن هناك مشاريع كثيرة الآن في دولة قطر، وأعتقد أن لدينا خبرة جيدة ومجال تطوير وإدارة المشاريع سنركز عليه، ويمكن إن شاء الله أن احنا يعني نتعاون أو نعمل مع عدد كثير من المشاريع الموجودة في دولة قطر. فانتهاء من مشروع من المشروع مدينة الطاقة ليس نهاية الشركة، احنا شركة تطوير عقاري، والآن احنا قاعد نبني خبرات متراكمة كبيرة، اعتقد ان الآن سنستغلها سواء في دولة قطر او خارج دولة قطر او في اي مشاريع اخرى، نستطيع نستغل هذه الخبرات لتطوير او إدارة او التعاون مع اي مشروع موجود في الدولة. السيد المهندس هشام العمادي الرئيس التنفيذي لمدينة الطاقة قطر، أشكرك سيدي شكرا جزيلا على هذا اللقاء، كنت معنا في حوار الأسبوع، وأنتم أعزائي المشاهدين نشكر لكم حسن المتابعة وإلى لقاء قريب.